السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: تغييرات في مناصب حكومية عراقية بنفس الوجوه الفاسدة. مشاهدينا، قبل الدخول في تفاصيل موضوعنا، نود التنويه هنا إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. الدستور بيه نقصان كبير ونواقص كبيرة. الدستور هو وليد عملية سياسية عرجة، أساساً ولدت عرجة. ولدت عرجة بظل نظام احتلال، الاحتلال سواها، قامت على الطائفية السياسية، على التهميش وعلى الإقصاء وعلى المحاصص وإلى آخره. نعم. هاي العملية السياسية أنتجت هذا الدستور وأنتجت الأوضاع السياسية اللي احنا فيها. الله يخليك جوانب طرق النعال والدجاجة البيضة. شوفهم الآن إمبراطوريات. عن من تتحدث أنت الآن؟ عندنا أحزاب إمكانياتها أعلى من الدولة العراقية. إحنا وين رايحين؟ أهلا بكم. رغم خروج العراقيين بثورة تشرين رافضين لنظام المحاصصة الطائفية المقيتة الذي أوصل العراق إلى مراحل متقدمة من الانهيار على كافة الصعد، ورغم وعود حكومات ما بعد الاحتلال بحكومات مستقلة، إلا أن الإثباتات المتتالية تؤكد للعراقيين أنه من الاستحالة أن تتخلى أحزاب السلطة عن المحاصصة التي ثبتت أقدامها في حكم العراق. آخر هذه الحكومات هي حكومة مصطفى الكاظمي التي أجرت تعديلات في مناصب كثيرة مهمة في الدولة لتجلب شخصيات متهمة بالفساد من قبل أحزاب السلطة قبل العراقيين. وهنا نتساءل مشاهدينا الكرام بعض الأسئلة وننتظر من حضراتكم الإجابة عليها. بعد عملية تدوير الوجوه في بعض المناصب الحكومية التي قام بها الكاظمي، لماذا لا يزال البعض يعول على الكاظمي لإجراء إصلاح حقيقي؟ ألم تثبت التغييرات التي أجراها مصطفى الكاظمي والتي لم تخرج من إطار المحاصصة الطائفية أنه جزء من هذه اللعبة التي مورست على الشعب العراقي لسنوات طويلة؟ أيضا، ما هو رد الشعب العراقي على محاولات السلطة لفرض الأمر الواقع عبر إبقاء نفس الوجوه في العملية السياسية؟ طبعا هذه الأسئلة بإمكان حضراتكم أن تشاركونا للإجابة عليها من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا تحالف الفتح على لسان النائب محمد البلداوي قال إن التعيينات الأخيرة للكاظمي تضمنت أشخاصا فاسدين وأسماء معروفة بانتماءاتها السياسية، فضلا عن وجود أسماء جرى تدويرها رغم ما أثير حولها من ملفات الفساد المالي والإداري. اعتبر ائتلاف دولة القانون تعيينات الكاظمي بالمخيبة للآمال وتكريسا للمحاصصة الطائفية، وبين أن الحديث عن الاستقلالية والتكنوقراط مجرد وهم. النائب عن تحالف سائرون علي سعدون أكد أن الكاظمي يسير على نهج رؤساء الحكومات الذين سبقوه، مبينا وجود المحاصصة الحزبية في التعيينات الأمنية والمدنية الأخيرة. عباس يابر العطافي أكد، وهو نائب، أكد تعيين أسماء جديدة في مواقع مهمة على أسس حزبية، قال بأن هذا خرق قانوني، وأشار إلى أن خطوات الكاظمي مجرد زوبعة إعلامية لم تثمر عن أي نتائج. طبعا المراقبون يؤكدون أن هذه التعيينات وهذه التغييرات التي حصلت في حكومة مصطفى الكاظمي في بعض المناصب المهمة والمتعلقة بجانب الاقتصاد في العراق كانت باتفاقات وتوافقات حزبية. لكن هناك أيضا آراء من داخل السلطة
تتحدث عن أن هذه التصريحات التي تخرج من بعض الأحزاب داخل العملية السياسية التي ترفض ما حدث مؤخرا من تعديلات، تقول هذه الشخصيات، وسنتطرق إلى التفاصيل بعد قليل، بأنه هذه أيضا ضمن اللعبة السياسية. معنا السيد أبو الحسن من بغداد. أبو حسن من بغداد، تفضل. السيد أبو حسن من بغداد ما موجود، فقدنا الاتصال مع أبو حسن من بغداد. طيب، نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء العرجي أكد أن الكتل السياسية تؤيد تغييرات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السر وترفضها في العلن. قال العرجي أن ردود فعل الكتل السياسية على تعيينات الكاظمي تعكس مدى النفاق السياسي على حد وصفه، وفي ظل مطالبتها الملحة بالتغييرات في السر ورفضها بالعلن. طبعا حزب الوفاق بزعامة اياد علاوي قال أن التعيينات الجديدة التي أصدرها مصطفى الكاظمي تكشف زيف ادعاءات الإصلاح الحكومي باعتماده في التعيينات الجديدة على مبدأ المحاصصة واختيار الشخصيات بعيدا عن الكفاءة والتخصص. يعني الجميع تابع في الأيام الماضية القليلة التي مضت من هي الشخصيات التي تسلمت مناصب في الدولة، إن كان رئيس البنك المركزي وهو من كتلة تحالف سائرون تابع المقتدى الصدر من التيار الصدري، ائتلاف دولة القانون تسلم منصب، قيادي في الحشد الشعبي في هذه الميليشيات يتسلم رئاسة هيئة الحج والعمرة، وغيرها من هذه الشخصيات المتهمة بالفساد اللي تلطخت أيديهم بدماء العراقيين وامتدت على أموال العراقيين. مصطفى الكاظمي عاد تدوير هذه الوجوه. هنا السؤال، هل مصطفى الكاظمي بهذه التغييرات ألم يثبت أنه جزء من هذه العملية السياسية وراضخ لنظام المحاصصة الطائفية التي دمرت العراق على مدى 17 عاما؟ من معنا الآن؟ أبو حسن من بغداد، تفضل. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يبارك فيك. أخي محمد، هي المحاصصة الطائفية هاي جابتها الحفيد. نعم. أبو حسن، السيد أبو حسن غير جاهز معنا بالاتصال، فقدنا الاتصال. طبعا نكمل بهذه النقطة مشاهدينا الكرام. التغييرات التي قام بإجرائها مصطفى الكاظمي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعراق، وفي ظل اتهامات للأحزاب أو الجهات التي قام بتعيين شخصيات منهم ضمن القطاع الاقتصادي والمالي، يعني السؤال، هل سيصلح هؤلاء النظام الاقتصادي والنظام المالي العراقي وهم الذين حكموا لمدة 17 عاما وامتدت أيديهم إلى أموال العراقيين بشكل عام ومتهمين بالفساد؟ يعني حتى بهاء العرجي المتحدث وهو نائب رئيس الوزراء الأسبق وهو أيضا من أنصار مقتدى الصدر وأحد تابعيه، يعني هو متهم بالفساد، هو كان كبش فداء وخرجت عليه الكثير من تهم الفساد، ورغم هذا الموضوع لا يزال يخرج ويصرح، لم يحاسب، رغم أنه قيل أنه من التهم الحكومية التي أعطيت له وقتها بأنه يعني فاسد، شخص فاسد وتلطخت أيديه بأموال العراقيين، امتدت على أموال العراقيين. صباح الساعدي أيضا من التيار الصدري خرج ببيان طويل عريض حقيقة يستنكر ويستهجن الطريقة ويستهجن نظام المحاصصة الطائفية، رغم أن التيار الصدري حصل على منصب في البنك المركزي، يعني ولم يستقل طبعا الشخص المعين من التيار الصدري. إذن هذا الكلام من بهاء العرجي يؤكد حقيقة الأمور الحاصلة في العراق، أن الأحزاب المسيطرة والتي حكمت العراق ولا تزال معترضة بالعلن، نعم، على موضوع المحاصصة الطائفية لإيهام فئة من المجتمع بأنهم يسعون إلى الحكومات التكنوقراط والمستقلة والكفوءة، لكن واقع الحال لديهم المناصب ويتمسكون بها، وإلا لشاهدنا هذه الشخصيات التي خرجت أحزابها تندد وتستنكر لتركت المكان وتركت المنصب وعادت إلى الحزب وظلت تستهجن وتستنكر، لكنهم مستمرون بالعمل السياسي. طبعا لدينا رسالة من أحد المشاركين.
رسالة ليس لها علاقة بالقضية العراقية، نعتذر عن قراءتها. نشكر المشارك طبعا. كما قلنا مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا للإجابة على تساؤلاتنا. نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نكمل الحديث في حلقتنا لهذا الأسبوع على قضية المحاصصة الطائفية، النظام السائد في العراق، وكذلك التعديلات الأخيرة والتغييرات التي أجراها مصطفى الكاظمي في مناصب مهمة في الدولة، منها جانب مهم يتعلق بالاقتصاد والمال والإتيان بشخصيات متهمة أصلا بالفساد. وهذا سؤال يطرح هنا، لماذا هذه التعديلات؟ هل من تغيير أصلا سيحدث إن جاء شخصيات من دولة القانون أو من سائرون أو من غيرها من هذه التيارات المتهمة بالفساد؟ وكيف سيرد العراقيون على هذه المحاولات للضحك على العقول من قبل حكومات ما بعد الاحتلال؟ السيد أبو الحسن من بغداد، تفضل. السلام عليكم أخوي، أحييك وأحيي قناتكم البطلة التي تنقل الحقائق. حياك الله أخي. بالنسبة للحكومات المتعاقبة من 2003 ولحد الآن، يعني هي تقودها إيران مو الوطنيين العراقيين. كل المناصب اللي اجت في أخذت مناصب وزارية أو رئاسة الوزراء، إذا متم الموافقة من إيران ما يصير رئيس وزراء نهائيا، بغض النظر أنه هذا الجانب يقولون أمريكي أو كذا. هم اساسا جو على اساس الطائفيه، تعشعشوا على اساس الفتنه الطائفيه، انتخبوهم الشعب عبالهم ناس وطنيين، بس هم اساسا طائفيين، فرقوا الشعب وقتلوا الشعب ونافوا ثرواتهم. فهي من اول بدايه عمليه الاحتلال ولحد الان هم جو ناس طائفيين حكموا العراق. وبالتالي دمروا كل ما يمس بالوطنية وخلوا الشعب العراقي أيضا شوفه قام بياناتهم تمارس الطائفية هي الأحزاب والكتل السياسية بما فيهم الحزب الإسلامي والحزب الدعوة والمجلس الأعلى. هم يجوا على أساس الطائفية، فتشكيلة الحكومة لازم أن تكون طائفية. لازم أن تكون محاصصة. فالتغيير يتم يا أخي مو من هؤلاء اللي جو مع الاحتلال، التغيير من أبناء الشعب العراقي المناضل. الشعب الآن الثائر بثورة تشرين العظيمة، أنطى الشهداء 5000 شهيد و 27,000 جريح. هذه الدماء لازم أن يصير براها تغيير، والثورة مستمرة وإن شاء الله النصر للثورة. طيب يعني سؤال يا سيد أبو الحسن، المناصب اللي غير بها مصطفى الكاظمي من ضمنها أو من الشغلات اللي برزت حقيقة ويخلت العراقيين يضحكون على هذا الموضوع، هو تكليف كريم النوري بمنصب وكيل وزارة الهجرة والمهجرين. كريم النوري الناطق باسم ميليشيا الحشد وهو أحد قيادات الحشد صار مسؤول عن الهجرة والمهجرين. الناس يقولون إذا هذا صار مسؤول عن الهجرة والمهجرين لعد أقروا على عودة المهجرين السلام. أي نعم، هم
أخي أبو آني. نعم. أستاذ هم يجيبون ناس طائفيين يعني. هو مسؤول ميليشيات كان على العصائب. نعم. كريم النوري معروف ميليشياوي وكان أحد قيادات الميليشيات بالعصائب. هو أولا هو هجر الناس. يعني راح يجيبون شلون نقول القاضي هو العفو هو قاضي هو جلاد يعني مجرم. شلون راح هو جلاد يعني شلون راح يقوم على نفسه؟ اذا راح يصير الضحيه المواطن. فهذول جاوا بيهم موافقه ايرانيه لانه يريدون يمارسون العمليه الطائفيه تبقى مستمره. ما يريدون الشعب العراقي موحد لانه اذا موحد العراق وشعبه موحد هذول اصلا ما يبقون على سلسله الحكم وبالتالي يقدمون محاكم ويتكبلون بالسجون ويسحلون في شوارع بغداد ان شاء الله نتيجه هاي الثوره العظيمه اللي قادها شباب العراق الوطنيين بعد ما شافوا الويل والضيم من هذه الحكومات اللي جت من 2003. ايضا الجنوب ما شاف منهم شيء. هم مو يدعون انه احنا شيعة الامام علي كرم الله وجهه. فما ممكن اخي هم اصلا بريء عنهم الامام علي لانه اذوا الجنوب اكثر من الغربية وبالتالي اذوا الغربية الحزب الاسلامي واللي انساقوا تحت العباءة الايرانية من اهل السنة. فهاي العملية أخي إذا ما يصير تغيير من الشعب العراقي بثورة ودخول المنطقة الخضراء وتسقيط النظام الفاسد والقتلة الميليشيات إحنا نعرفها الميليشيات من العصائب وسرايا السلام وبدر هي كتلة العراقيين كتلة وشيعة هم اشتركوا بقتل العراقيين. فكيف انه يجيبون ابو الهجره والمهجرين هو من العصائب يكون هو قاضي وهو الجلاد فتصير الضحيه المواطن. فخلي ينتبه اخواننا الثوار على هذه الاجراءات اللي يقدمها هذا مصطفى الكاظمي اليوم هو جزء من العمليه السياسيه وهو جزء كان عنصر مهم بالدوله كان رئيس مخابرات. رئيس مخابرات هو كل المعلومات عنها. أنا أشكرك يا أبو الحسن من بغداد شكرا جزيلا للمشاركة. إذا مشاهدينا الكرام نبقى في هذا الإطار إطار عملية تغيير الوجوه فقط ونفس السياسات تستمر في حكومات ما بعد الاحتلال. شنو اللي تغير من إجا مصطفى الكاظمي وقام بهاي التعديلات؟ شنو اللي غيره عن ما سبق من حكومات ما بعد الاحتلال؟ من عادل عبد المهدي من حيدر العبادي نور المالكي الجعفري أو حتى إياد علاوي شنو اللي اختلف بالنهج اللي اتبعوه هاي الشخصيات طيلة هاي السنوات اللي مضت؟ طبعا نفس السياسات مجرد عملية تدوير للوجوه. من معنا؟ السيد أبو خطاب من الموصل تفضل يا أبو خطاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد شلونك؟ حياك الله أبو خطاب أهلا وسهلا. حييك وحيي قناة الرافدين. الله يسلمك حياك. أستاذ محمد على مود الانتخابات وهاي الانتخابات كلها تزوير منها الصراحة يزورونها وما حد الوجه اللي يريدون يخلونه. بالنسبة لي يعني انتخابات 2018 ما وصلت له و14 ما وصلنا. هم مختارين ومن هالسعر. عاد على يطلعون ناس من المواطنين يقولون انتخبوا فلان وانتخبوا فلان اخي هي الشغله كامله مكمله. ما يحتاج يعني كل انتخابات ايش ابر يعني تخدير. فمبين العنوان مثل ما يقولون العنوان مبين من مكتوب. طيب غير الانتخابات شنو رايك بالتغييرات اللي سواها مصطفى الكاظمي قبل كم يوم بمناصب مهمه بالدوله محافظ البنك المركزي جابه من التيار الصدري. مسؤول آخر مثلا عندك سامي المسعودي هو قيادي بالحشد حط على الحج والعمرة. كريم النوري قيادي بالحشد لزم ملف الهجرة والمهجرين. يعني شنو التغييرات ممكن لوين توصل برأيك هاي التغييرات لوين توصل العراقيين ولوين توصل الدولة بشكل عام؟
والله استاذ العزيز هي ما يحتاج، هو مصطفى الكاظمي اصلا الشغله ما بيدو، يعني العراقيين كله يعرفون هو الرجال مسير، يعني هم يسيرونه خلوهم بيد منه، يعني الشغله ما يحتاج طفل هسه يفسر لك اياه. نعم بس نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، بتشاك والله سبحانه وتعالى تقينا صوره حل، ما ظل بس قدامنا الله ندعي. أنا أشكرك يا أبو خطاب من الموصل، شكرا جزيلا للمشاركة. إذا مشاهدينا، يرى العراقيون بأنه هذه التغييرات هي مجرد تبديل للوجوه، لكن السياسات مستمرة، النهج واحد، نهج الطائفية المحاصصة، ولن ترضى هذه الأحزاب إلا بوضع أنصار لها في مناصب معينة، حتى وإن خرجوا ببيانات استنكار واستهجان لسياسات حكومية متبعة، لكنهم في الخفاء موافقون، راضون، بل مدافعون عن هذا النظام، نظام المحاصصة الطائفية. وقيلت سابقا على لسان الكثير من السياسيين بأن هذه كعكة في العراق يجب أن تقسم بطريقة معينة، ولن ترضى أي كتلة أو أي حزب إلا بالحصول على هذه الحصة من هذه الكعكة، وإن كان هو حامل شعار الإصلاح أو التغيير، وإن كان. السيد رياض من أمريكا، تفضل يا رياض. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أحيي قناتكم الموقرة والمجاهدة والبطلة اللي الله يسلمك، كل الشرفاء العراقيين والعرب طول عمرك. حياك الله أخي العزيز محمد. الكاظمي راح لإيران، نعم، وإيران وقتها هاي القائمة الإسامي اللي عينهم الكاظمي، وبعدين من اجى لامريكا قال له لترامب بالحرف الواحد، قال له خلصني من ايران. شوف شلون قال له خلصني من ايران. فهذا الكاظم يلعب على الحبلين، يجي لامريكا يقول خلصني من ايران، يروح هناك لايران وياخذ القائمه الاسامي ويحينهم. طيب. فالمساله كلها بيد ايران، بس اذا ينتظرون الالكشن مال امريكا، اذا ترامب اذا فشل او ربح راح يسوون شيء للعراق. نعم يعني احنا اتصلنا بالكونغرس الامريكي، قالوا ده ينتظرون الالكشن مال ترامب، اذا فشل بالانتخابات او ربح الانتخابات راح يسوون شيء للعراق. يعني سيد رياض، انت بامريكا وعايش، ان كنا نتكلم عن الديمقراطيين فاوباما هو اللي قوى شوكه ايران بالمنطقه، وان كنا نتكلم عن الجمهوريين ترامب صار له شقد بالحكم، ولغايه هذه اللحظه قضاها مناوشات ويا ايران، ابرز اللي سواه قتل قاسم سليماني. يعني شنو اللي ممكن يتغير بوضع ايران في العراق بالنسبه للنظره الامريكيه؟ هم اللي جابوهم، ولولا المصالح الامريكيه متماشيه مع وجود ايران في العراق لما سكتت امريكا على بقاء ايران في العراق لغايه هذه اللحظه. هاي حاليه مو يا اخ محمد، بس راح يصير تغييرات ان شاء الله. يعني صدقني راح يصير تغييرات. طيب. نعم وياك. الكاظمي قال لترامب انه خلصنا من ايران. نعم. اذا انتظرني الى احصر بالانتخابات. يعني الكاظمي اذا مثل ما تفضلت دا يقول لترامب خلصنا من ايران. طيب اللي الشغلات اللي دا يسويها بالعراق اللي هي دعم نفوذ ايران في العراق، دعم احزاب ايران، ميليشيات ايران، شلون يريد، يعني شلون واحد ممكن يصدق هذا الكلام؟ مع احترامنا طبعا لكلام حضرتك، لكن الفكره بشكل عام اللي حضرتك طرحتها. يا اخي محمد هو يخاف من ايران، يخاف من الميليشيات الايرانيه في العراق، يخاف. طيب. يقتلوه هو ومرتب اطفاله الميليشيات. نعم. هو مهدد، يعني اي واحد يأتي مهدد بالقتل. مثل هاي الفرحه المسرحيه اللي سووها العائله الناشطه العراقيه اللي قتلوها. نعم. لا هو واحد مش عارف بلوريس فاسد وياهم، بس قال لهم ترامب قال له خلصنا من ايران. هو يخاف على نفسه. طيب. يعني يعرف الميليشيات هي مسيطره على العراق. نعم. انا اشكرك يا سيد رياض من امريكا، شكرا جزيلا للمشاركه.
رأي سيد رياض بأنه مصطفى الكاظمي يسعى للحصول على الدعم الأمريكي للقضاء على الوجود الإيراني، أو على الأقل أمريكا تخلصه من الوجود الإيراني في العراق. ماكو أي دليل على هذا الكلام. طبعا مع كامل الاحترام للسيد رياض، هو رأيي في النهاية يطرح وهو لديه وجهة نظر معينة، لكن ما علامات هذا الموضوع في الشارع العراقي على الأرض العراقية ميدانية؟ شنو ملامح هذا الموضوع؟ إذا كان الموضوع هو فعلا دعم مصطفى الكاظمي للقضاء على إيران، فحتى أي لحظة ترامب يتكلم بس، ومصطفى الكاظمي يتخذ سياسات داعمة ومقوية أصلا للنفوذ الإيراني في العراق. أتباع إيران من أحزاب وميليشيات يقوى نفوذها بفترة مصطفى الكاظمي، والدليل اللي صار بالتغييرات الأخيرة بأعطاهم مناصب مهمة للغاية للسيطرة على قطاع المال والاقتصاد، هذا بحد ذاته هو دعم للنفوذ الإيراني وتقوية لأحزاب إيران في العراق. طبعا موضوع الدعم الأمريكي وكذا، كما قلنا لو كانت هناك إرادة دولية أو إرادة أمريكية تفرض على دول العالم، إرادة أمريكية بإخراج إيران من العراق أو على الأقل تحجيم دورها في العراق، لا طبعا وضحت هذه الفكرة داخل العراق، لكن كل ما شاهدناه مناوشات ليست لها أي دلائل أو معاني، قذائف تطلق على السفارة الأمريكية في بغداد من قبل ميليشيات، حتى لا تستهدف السفارة، تدخل في المحيط فقط وتتصدى لها الدفاعات الجوية، مسرحية حقيقة، ومن المعيب أنه يصدقها البعض أن هناك عداوة ما بين ما يسمون أو يسمون أنفسهم بأحزاب المقاومة والولايات المتحدة، لأن لولا الولايات المتحدة لما بقيت هذه الأحزاب على قيد الحياة. السيد أبو سرحان من الموصل، تفضل. أخويا غير أمان ما أريد، بالنسبة للمحافظة أمان. نعم. إنما خارج المحافظة أتحدى واحد يمشي براحته. خارج المحافظة والله تدمرنا دمار، لا بيوتنا لا أراضينا، يعني حتى بير ما المي قمقمت فين بوت ثلوب بلوك. نعم. القرى كلها تفليش بالشفرات. يعني ما تعرف أمريكا وإيران وداعش الثلاثة مشتركين بهم. نعم. يعني وين من تجي أنت مشتول آخر شيء أفهمهم ومشينا. أبو سرحان كريم، مصطفى الكاظمي جاب لكم كريم النوري للمحافظات المنكوبة حتى يلزم ملف الهجرة والمهجرين. كريم النوري القيادي بالحشد جاب لزم هيئة الهجرة والمهجرين، حتى شنو وزارة الهجرة والمهجرين؟ حتى يرجع المهجرين لبيوتهم. هو من اللي طلعهم أصلا بالأساس؟ أنا بحياتي ما أطلب مدرسة، أنا راعي مال غنم. نعم. بس أقسم لك بالله اللي عنده شيء والما عنده شيء ما حد يقدر يمشي خارج محافظة أو قضاء أو ناحية. عنده شيء إنما ما عنده شيء، لك الله أمان الله، كلها نعم. مشتركة بيها أمريكا وإيران وداعش. نعم. منين من تطلع أنت مشتولي بس داخل المحافظات كلاوات. نعم. داخل المحافظات أنا أقول لك، ومو حكومة، لك الله ما الله أصابات الله وكيلك محمد كبيرك وإكلاوات وتشرب، والله خاف ما نقدر حتى نحكي. نعم. والله خاف ما عاد نقدر حتى نحكي، لا ماكلين لا شاربين، أنا أحتوي عندي 9 أطفال. الله يكون بعونك. وحتى مربيتان عندي. نعم. وعامل يوميتي 10,000 دينار. الله يعينك، الله يعينك. بس والله العظيم أقسم لك بالله ما جاك أصدق من عندي، أنا من الجزيرة ورابي وأدها شبر إلى ما طب مثلث الأردن. من الربيعة إلى طب مثلث الأردن، لك الله أمان الله أمان، ما في خلاص كله شرب. نعم. شرب حين كان. نعم نعم. والله انت كاتب ما قدرت تمشي، شو عندك رايح شو عندك جاي، اذا تروح ما ترجع. انا بقول صحيح صحيح والله العظيم ما ريت بك امان، نروح نسوي لنا قلم، نسوي برطر، نفتح اراضينا، كله يعقدون بالنار، ما يخلون كل شيء عندك ما يخلون. نعم نعم. يرجع على المحافظه قسم ما عليك. أبو سرحان الله يكون بعونكم، وصوتك وصل ومعاناتك ومناشدتك وشكواك. بس الأمان. إيه تفضل. يكون صحيح، أريد يسوون أمان صحيح، مو كذا. نعم. والله يمكن تعرف
قال ربع جيتي شوية يا قاضي أمان قالوا ما أكو أمان شنب ما أكو أمان أكو أيشك يقدر يطلع يا أبو سرحان يعني طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا نتحفظ بس على الجملة اللي قيلت ونرجو أنه تسيطرون على أعصابكم مشاهدينا الكرام قدر المستطاع يعني بالنسبة للمتصلين أبو محمد من كركوك تفضل أبو محمد من كركوك طيب إذن كما استمعتم مشاهدينا الكرام شكوى مستمرة من العراقيين حول كافة المجالات كافة المواضيع إن كان الموضوع يتعلق بالنازحين وبالمناطق المحافظات المنكوبة المدمرة جراء العمليات العسكرية الموضوع لا يزال على ما هو منذ العمليات العسكرية ولغاية اللحظة إن كان الموضوع عن الأمن والأمان استمعتم إلى كلام السيد أبو سرحان الموضوع منعدم في العراق منعدم لأنه لا توجد قوة حكومية قادرة على السيطرة على الميليشيات محاسبتها معاقبتها بل حتى القوات الحكومية هي بحد ذاتها تهديد للمواطنين ولحياتهم ولأرزاقهم إذن الموضوع بشكل عام هو انهيار بانهيار بكافة الصعد وما نراه اليوم أو ما شاهدناه خلال اليومين الماضيين من عملية تبديل الوجوه والإتيان بنفس الأحزاب التي دمرت العراقيين بنفس الميليشيات التي دمرت العراقيين هو أكبر دليل أن مصطفى الكاظمي هو جزء من نظام المحاصصة الطائفية وهو تأكيد لهذا الكلام وحقيقة من لا يصدق هو يبدو أعمى أو لا يشاهد أو لا يريد أن يشاهد الحقيقة الحاصلة في العراق مشاهدينا الآن نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود ابقوا معنا مشاهدينا الكرام ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في منبر الرافدين معنا السيد أبو عزيز من صلاح الدين تفضل يا أبو عزيز أبو عزيز موجود سيد أبو عزيز تفضل فقدنا الاتصال مع السيد أبو عزيز من محافظة صلاح الدين إذن ما هو دور العراقيين مشاهدينا الكرام بما يحصل الآن من عملية ضحك أو استهانة بمطالب العراقيين وثورتهم اللي قدمت تضحيات من شهداء وجرحى طيلة سنة كاملة احنا اقتربنا الآن من الذكرى الأولى من ثورة تشرين هل اللي ديسويه مصطفى الكاظمي من تغييرات بنفس الوجوه وبنفس الشخصيات اللي متهمة أصلا بالفساد ومتهمة أصلا بارتكاب انتهاكات ضد العراقيين ويجيبهم ويحطهم بنفس المنصب هو تطبيق للمطالب الثورة تحقيق للمطالب التي أو الشعارات التي رفعها العراقيون هل حقق مصطفى الكاظمي ما سعى إليه أكثر من 1000 شهيد و30 ألف جريح اللي سالت دماءهم بالشوارع العراقية بوطن خالي من الأحزاب الطائفية خالي من الميليشيات خالي من العنف والسلاح بالحركات أو بالتحريكات اللي سواها مؤخرا مصطفى الكاظمي أو تغييرات أبو عزيز من صلاح الدين عاد مرة أخرى تفضل يا أبو عزيز وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شلونكم الله يسلمك حياك أبو عزيز أسمعك يا أبو عزيز تفضل هالي إحنا بصلاح الدين نعم شلونكم
أبو عزيز إذا مشغل التلفزيون نصي لو سمحت. تفضل يا أبو عزيز تفضل. كيفكم شلون الصحة؟ الله يسلمك حياك الله. كلكم زينين؟ الحمد لله. احنا الميليشيات هي حاطتنا. الميليشيات ما ما ايش بيها الميليشيات؟ يعني ما اظهر الشيء يعني ما يعبر اي مقعد اي شيء يعني كل شيء مولف الزرع ما يعبر. طيب. اخي يعني حلوه انجاز. نعم. هو يطلعون وياك يعني لو شيء تجيب غرض شيء لكم وياك كشف وهذا. نعم. يطلعون وياك كشف يعني. نعم. وبالسيارة لازم ما تطلع بالليل. الساعة 8 بالليل لازم تحدد هنا ولا حد يطلع بالديان ولا حد. هاي يا ميليشيا يا أبو عزيز. هاي يسمونها عصايب. عصايب. نعم. طيب وين الحكومة؟ وين القوات الحكومية؟ والله القوات الحكومية ما اشتكال خلاص ولا تحكي خلاص. ليش؟ ما تحكي خلاص كلها خايفة والشعب قايم. نعم. ايه. من تشتكون؟ تشتكون يا أبو عزيز؟ تشتكون تقولون إنه الميليشيا الفلانية ما تخلينا نتحرك تضايقنا بالطلعة والطبة؟ اللي يشتكي شال. شلون؟ اللي يشتكي يشيلونه ما يخلونه بالبيت. ها. والله. نعم. طيب والحكومة شو تقول لكم هاي المراكز مال الشرطة والجيش من تروحون تشتكوا لهم؟ شو يقولوا لكم بالمقابل؟ شو يجاوبوكم؟ ايه مو انا اقول لكم ما اقعدوا بالبيت اسكتوا. نعم. نعم. ايه. اي هذا الجواب المنتظر من الحكومه وقواتها. انا اشكرك يا ابو عزيز من صلاح الدين، شكرا جزيلا للمشاركه. الجيش والشرطه المعنيه بحمايه الشعب والبلد تقول للمواطن من يجي يشتكي على ميليشيات خارج اطار الدوله تحمل السلاح يقول له روح اقعد ببيتك واسكت احسن لك. هذا الرد اللي ياتي على للمواطن، اللي ياتي للمواطن اللي يروح يشتكي على ميليشيات. شلون يريد يقنع العراقيين مصطفى الكاظمي أنه هو سيحصر السلاح بيد الدولة ويوقف العنف المستخدم ضد العراقيين إن كانوا متظاهرين أو غير متظاهرين؟ إرهاب المجتمع اللي حاصل الآن كيف يمكن أن يحققه وهو مدى يقدر أصلا يسيطر على عنصر ميليشياوي واحد موجود في أي منطقة في العراق؟ القوات الحكومية اللي هي السلطة، هي القانون، هي السلاح، هي الأمن، هي النظام، ماذا تقدر تطبق كل هالشعارات على مجموعة من الميليشيات الخارجة عن القانون وفق الدستور اللي وضعه الاحتلال واللي صاغته هاي الحكومات ووافقت عليه وبصمت ووقعت عليه. هذا الدستور اللي يقول بالمادة 9 فقرة باء بأنه يحظر تشكيل الميليشيات المسلحة أو المجموعات المسلحة التي تحمل السلاح خارج إطار الدولة، يحظر. فكيف إذن أصلاً يعتدون بهذا الدستور اللي هو مخترق وهم مشاركين باختراقه؟ في رسالة لدينا من السيد أبو حاتم من الموصل يقول: العراق والشعب العراقي والدول العربية تحت قبضة الاحتلال الأمريكي الإيراني الإسرائيلي وأعوانهم جرذان الخضراء الفاسدين يأخذون ثأر الإنجليز من العراق وشعبه. يقول: هيهات من الذلة، وهذا الفعل قتل المتظاهرين السلميين النشطاء والإعلاميين هو صفحة من صفحات الاحتلال الأمريكي الإيراني وأعوانهم الفاسدين لقمع التظاهرات السلمية. شكرا جزيلا. أبو مريم من البصرة تفضل. السيد أبو مريم من البصرة. طيب فقدنا الاتصال. ابو فيصل من السعوديه تفضل. دام فضلك. مساء الخير استاذ محمد. مساء النور حياك الله. تحيه لك استاذ محمد، تحيه للقناه وكادرها الطيب، تحيه للشعب العراق وثوره التشرين. الله يبارك بك. حياك. بالنسبه للمهزله اللي قام بها هذا ما يسمى برئيس زراعة حق الميليشيات من تغييرات وهي مشبوه واضحه بالفاسدين. نعم.
الكاظم هو فاسد بامتياز، لا يرجى منه شيء، هو اتى من 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 اتى ابوه هو فاسد، وهو من رحم الفساد يعني. نعم. قصه الكاظم، فالكاظم لا يرجى منه الا مثل هذه وامثاله، فهو عميل، وهو تابع لاكثر من دوله، هو يشتغل في دول ثانيه، فهو اساس مشكله يعني، هو جزء من مشكله العراق، وهو شغلته الوحيده هو التغطية على القتله. نعم. وتغطي على المجرمين، مثل عندك ما يسمى بالفريق ضيعة التحقيق، كلهم يعرف هذا مجرم، قاتل 62 من اهل الناصر، من اهل الناصريه، ولا حد هذا. نعم. هو مجرم اساسا، الكاظم لابد من تغيير كامل العمليه السياسيه كامله. وتحيه لك. شكرا جزيلا سيد ابو فيصل من السعوديه، ويانا السيد ابو مريم من البصره، تفضل يا ابو مريم. أبو مريم من البصرة تفضل. أبو مريم، أبو مريم تسمعني؟ أيوه نعم أسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. هذا محمد. الله يسلمك، تفضل. حبيبي الغالي، احنا وضعنا بالعراق. نعم. نتمنى التوحد، يعني انه نتوحد ونترك هذه المحافظه والطائفيه، العراق مو مال البحر. نعم. العراق للجميع. نعم. العراق للجميع، للمسلم وللصابي ولليتيمي وللكل. صحيح. صحيح. بس من يعني اللي يدخل هذا النظام يا ابو مريم؟ من اللي يدخل هذا النظام؟ نعم. على العراقيين، مو الاحزاب اللي هي تحكي بسنه وشيعه، وهذا الحزب الشيعي إلى هالقد من الحكومة، وهذا الحزب السني إلى هالقد. مو هي الحكومة أو الحكومات اللي جت وراء الاحتلال هي اللي جابت هذا الشعارات ووزعت الحكم بهاي الطريقة؟ حبيبي سالم محمد الغالي، هم يجونا بشعارات قديمة، يجونا بها. طيب يجونا بها قبل ما صفق تزود جوع وأجدادنا، وأحنا يعني اللي جابوه لهم. نعم، ذولا اللي جوي الآن ودي يحكمون العراق. الشعب العراقي أبو مريم، الشعب العراقي شعب متوحد، ما عنده مشكلة مع بعض، وما كان عنده مشكلة في السابق، ما كانت أكو مشكلة، لكن المشاكل جت في فترة حكم هؤلاء. البعض من عندنا يصدق يعني، بس دمرنا بلد. طيب بدل ما ندمر نبني اخي كافي. تمام. تريد شلون تريد تبني ابو مريم، شلون تريد تبني وانت عندك هاي الاحزاب اللي دا تحكم، اللي دا تحكم بالطائفيه، اللي دا تحكم بالعنصريه، اللي دا تحكم بالاثنيه وبالقوميه، ما دا تعطيك فرصه ان انت تعيش مستقر امن بعيد عن هاي الشعارات وهاي المسميات؟ الشاعر يقول متى يكتمل البنيان اذا كنت تبني وغيرك لا يدوم. برايك شنو الحل يا ابو مريم؟ نص صوت التلفزيون ابو مريم، نص صوت التلفزيون، شنو الحل برايك؟ انا اقول الحل الاخير انه الاتحاد قوه. طيب الاتحاد قوه. نعم. الاتحاد بين منو ومنو؟ نعم. بين منو ومنو الاتحاد؟ الفئات الشعب كلها، ماكو هذا سني وهذا شيء، عايز الناس كلها يعبد عن الاهل. طيب. هاي مسميات خلت. نعم. وصلت فكرتك يا ابو مريم من البصره، نعم كلام صحيح. ما اضعف العراقيين، ما فتت هذا الشعب اجتماعيا لفتره من الزمن، هي الطائفيه. التي غذتها أحزاب وحكومات ما بعد الاحتلال، والآن تستخدم لغاية اللحظة كسلاح لضرب العراقيين، إضعافهم وتفرقتهم. هذا هو الأسلوب المتبع من الحكومات اللي قوت به بفترة واعتمدته كنهج للتعامل مع المواضيع كافة في العراق. أبو سلطان من نينوى تفضل. السيد أبو سلطان من نينوى موجود؟ فقدنا الاتصال مع السيد أبو سلطان من نينوى. اعتمدت حكومات ما بعد الاحتلال على نهج الطائفية. قبل كم يوم انتشرت الوثيقة المسربة لخريجي الكلية العسكرية
وكيف أو المقبولين للكلية العسكرية وكيف صنفوا على أساس المذهب، المذهب موجود الشيعي 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 السني السني الكذا، موزع طلبة الكلية العسكرية بهذا التوزيع الطائفي، وهذا هذه ورقة حكومية، ورقة حكومية تخرج بهذه الصيغة. فإذا كلام تعقيبا على كلام السيد أبو مريم من البصرة، الموضوع بأن الشعب متوحد، نعم هناك الآن وصلنا إلى مراحل متقدمة من الوعي من نبذ الطائفية، لأن الطائفية فهم العراقيون أن الطائفية لن توصلهم إلى أي طريق سوى الدم وسوى الدمار. في المقابل التوحد، العقلانية، التفهم ومعرفة العدو الحقيقي هي التي ستسير بالعراقيين إلى الطريق الصحيح. وطبعا الاتحاد قوة كما قال، وهذا إشارة أيضا ورسالة إلى ثوار ثورة تشرين بكافة طوائفهم، لا فرق، الكل عراقيين بهذه الثورة، أن الاتحاد قوة بالفعل، وهذه الثورة تحتاج إلى مؤازرة، إلى مساندة للاستمرار. بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام لهذا الأسبوع. قبل الختام ننوه أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.